انت كم تهاجع عمري؟ كم تعطيني؟ والله ابو نايف الله يعطيك طول العمر والله اني مدري. لكن ان شاء الله انك من المعمرين اللي على تقوى ودين. ان شاء الله باذن الله. ان كان محمد على تقوى الله يشيلنا قدام محمد. ما نبي الحياه اللي منه محمد على تقوى. وصلت 80؟ 87. 87 ما شاء الله تبارك الرحمن. والله يعطيك طول العمر ان شاء الله والعافيه. ابو نايف انت شاعر وراوي. وتربطك علاقة قوية بجميع الشعراء الأولين أمثال الجبرتي ومطلق وصياف ومستور. صياف ولد خالتي أنا وياه عيال الخال. صياف ولد خالتك. إي هذا بيته عندي وأنا وشارع الموت وأنا ملح. أنتم دخلتوا العسكرية سوا. إي. وش من ذكريات خابرها؟ بس أنا قمت أنام أخو صياف قعد لين غلق تقاعد. وأنا الكهرباء عندي نوب 120 ونوب 130 وبنادم ما يأذن عقله غير الله. مضيت في العسكرية 40 عام قضيت 20 وفصلت وجات ندوة للمفصولين يرجعون لمقر أعماله ورجعت وأخذت 20 وفصلت. إيه. وصياب واصل. تلعبون يجي بينكم بيوت يجي بينكم حاور يجي بينكم. مثل من ومن؟ أنت وصياف ولا أنت العسكر اللي معكم؟ والله أنا وصياف لنا حاجات بعضها ما نبديها خافية لنا حنا نعرفها. إيه. بعضنا. هم الرجال اللي تعرفت عليهم وكانوا مدهالة وعندي دايم الجبرتي والعصيمي صياف وأثبيتي والسواط. وخذ منها وابو بكر الحضرمي وواجد كنت معاشر انا في اول عمري. كانوا يجونك هنيا في البيت؟ هنيا يجوني بس طلب ما جاء عندي هنيا منهم غير ثبيتي والجبرتي مع صياد اجيبهم هنيا. حفلات يعني؟ حفلات. واستمر مره حفله عند صياد وجو كل الشعراء جو. واما انا ما جوني الا الجبرتي وثبيتي مرتين. طيب الحفله هذه الحفله اللي تقول الصياف عرس ولده اي فلاح اللي حضرها من هو؟ اجبرتي حضر وللتواريخ ولكن والله ما سجلتها ولا اعرفها ما حفظت منها شيء؟ لا والله ما حفظت منها شيء ولا والله جاب قصيد يغنونها لها الحين ينحفظ في التراث لكن انا والله ما لقيته وجهه من كثر وبعدين اخذت لي مده الحمد لله القلب سايح ما مع الناس الحشيمين وقال هذا حياك الله وهذا فمن الله وهذا ونقضي بعض الامور. نعم. واللي تذكره طال عمرك من الجبرتي من ذكرياتك مع الجبرتي رحتوا سوا رحتوا المشوار؟ رحنا الجبرتي منزل في الجمهور وبعدين الناس يحبون الجبرتي ولا منهم جو قالوا ما يعرفوا غير خلف ولا جو قال انتم من المدينه قال ها جيبوا لي خلف يشوف بي وما جاء خرب ما اروح ويجون يتوجهون علي واروح بعضهم مره رجعني وانا مقبل على باعي هنيا متواطي متشمع بشهتها ويرجعوني للجمهور جينا راكبين في سياره انا وياه واخوه اللي معي ولد شباب قال جدا مدنا الجمهور تلقاني اعرفه من الباب جيت انه على كلامه وعده وركب ويوم تناولنا الحرة من الخد والملا يمنع على طالعة الشمس على رأس القرى والملا يمنع كابرس وأنا معي كابرس وحنا نقعد نتجاكر بنطير النوم النوم الصبح يجي والجبرتي في المرتبة القدامية وأنا سوق والولد ورانا وهي نزلنا قزاز وفيها واحد من مكاوي احتزم له بعمامه وطاوي على راسه عمه عمامه وله بطن ونشك ينام ويوم اخذنا ويفكرنا القزازه ورا غيرياتنا عن ثلاث ينضرب فينا وان شيء جمال الله مركبه عيونه انتقل ساعات فيك وحنا ما نجمل منظرنا ما يجملنا
مما قال قال انا وقلب كل يا خلف شاف الجمال وطال علشان الايمانيه تسند به توحيده. انا وقلب كل يا خلف شاف الجمال وطال علشان الايمانيه تسند به تنحيبه. اصباحه مع طريق جديد لا يمنع على السياره وتل القلب منك وراح يلعب به ويميبه. قلت هذا قسمي وقسمك الجبرتي في القدايم صار. وترى الرجال ما يعمل خويه ما يبهيبه خلق شديد. علومك عندنا ومسجلة يا الشايب المكار الدل الدل وسط البير وتمليه وتجيبه. وخذنا على الأقاب هذا والعادة أضمن اللي غيره ما يدركه واللي ما يجيبه الصح ما يعتبر. لا بأس الله يهديك العافية. لعبت ولين وصلت لين وصلنا الحبل هنا. إيه هن يوم كشفنا القزازة ينظرون فكري عن العود مثل مسابقات الدفور. ولكن ما ظهرت رجلي خلت الجميلات ينظرون فينا شوى. ما راحت بلاش.